طيب يلا بينا نروح بقى نتابع مع بعض اخبار النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلنا العزيز محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا ابو حميد صباح الفل عليك، اتفضل احنا سامعينك. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي لكم ولكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي، حلقه جديده ويوم جديد ومن داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره، حلقه الاربعاء 11 اغسطس. يمكن اجواء اكثر من رائعه داخل النادي الاهلي هنا، درجه الحراره افضل كتير جدا من الايام اللي فاتت، كمان الرطوبه افضل كتير، في نسمه هواء جميله هنا في النادي مخليه الاجواء اكثر من رائعه. اقبال كبير جدا من الاعضاء النهارده، حاله من السيوله المريخ في جميع الطرق المؤديه لفروع النادي الاهلي المختلفه واحنا جايين في الطريق، خاصه فرع الجزيره هنا. يمكن كمان يعني الاعضاء كلهم بيتكلموا عن القرارات، مجلس الاداره في اجتماعه امس، ويمكن حاله من الفرح وحاله من السعاده والفخر بنادينا الحبيب، ودايما النادي الاهلي سباق. يمكن اتكلمتوا باستفاضه عن الاخبار في بدايه البرنامج، مش عايز اتكلم عنها كتير، لكن اللي قادر لازم اوصفه لكم هنا داخل المقر، ان الناس كلها سعيده بقرارات مجلس الاداره وفخوره بناديها وبرنامج عائله النادي الاهلي اللي ماشي زي ما كان مخطط له من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. كمان يمكن من الحاجات اللي بيتكلموا فيها الاعضاء بشكل مستفيض جدا هي مباراه اليوم الاهلي والاسماعيلي، مباراه كبيره بالطبع، وكمان انتقال ميسي للدوري الفرنسي. خلينا بقى نخش في اخبارنا على طول، واول اخبارنا مباراه الاهلي والاسماعيلي في اطار مباراه الاسبوع 29 اللي هتنطلق ان شاء الله في 9 مساء اليوم على استاد الاسكندريه، مباراه كبيره طبعا الاهلي والاسماعيلي من كلاسيكيات الكره المصريه ومن كبريات المباريات اللي في الدوري المصري دايما الجمهور معتاد عليها. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وهي خطوه من 6 خطوات متبقيه عشان ان شاء الله نفوز بدرع الدوري الموسم السادس على التوالي وال43 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن الفريق اختتم استعداداته بالامس هنا على ملعب مختار التتش بالجزيره، وبعدها الفريق غادر لمحافظه الاسكندريه للمبيت بأحد فنادقها في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم بإذن الله. كمان من أخبارنا النهاردة عودة اللاعبين الدوليين لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، محمد عصام الطيار، إبراهيم المصري، أحمد عادل، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو والحصول على المركز الرابع في مشاركة تاريخية للمنتخب المصري. اللاعبين إن شاء الله حصلوا على راحة ويكونوا موجودين مع بقية الفريق بدءا من الأسبوع المقبل، استعدادا أو الفريق بشكل عام بيستعد لكأس الكؤوس الإفريقية اللي هتقام إن شاء الله في دولة المغرب الشقيقة هتنطلق يوم 24 اغسطس. كمان من اخبارنا فريق تنس الطاوله اللي هيشارك باذن الله في البطوله العربيه بالاردن واللي هتنطلق في الفتره من 17 ل 23 من اغسطس الجاري. كان النادي الاهلي تعاقد بالامس لتدعيم الفريق سواء الرجال او السيدات مع عمر عصر لاعب فريق النادي الاهلي السابق والمحترف بالخارج، وكمان يمكن عمر عصر تابعناه في الاولمبياد، كانت مشاركه اكثر من رائعه وحصد المركز الخامس في اولمبياد طوكيو الاخيره في تنس الطاوله في فردي الرجال، وكمان تعاقد لتدعيم فريق السيدات مع اليزابيتا سمارة ودي رومانيه الجنسيه. يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق تنس الطاوله في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون موفق ويحصد لقب البطوله العربيه. عندنا زي ما متعودين دايما كل فرق النادي الاهلي بتلعب على البطولات سواء تنس الطاوله في البطوله العربيه، او كمان بنتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق كره اليد اللي هيلعب في كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد باذن الله، وكمان بنتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده وحظ 3 نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري. دي كانت كل اخبارنا واجواءنا هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالجزيره، كلمه ليكم اتفضل. كالعاده اخبار كافيه ووافيه، بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي، صباح الفل عليك.